مساء الخير عليكم. النهاردة معانا موضوع هام جدا يخص فودافون كاش. كل حد اللي يعني بخصوص ان الناس اللي هم اللي بيستخدموا فودافون كاش كتير، في ساعات بعض بتجيلهم رسائل تقول له مبروك كسبت 10 جنيه هدية من فودافون تستخدمها دقايق او ميجا بايتس. وفي رسالة تاني بتاجي بتقول لك مبروك كسبت 10 جنيه تستخدم على المحفظة. يعني في ناس بتتجاهلها يعني، تمام. وفي حاجة مهمة جدا هقولها في آخر فيديو. طبعا أنا أعتذر على الصوت لأني يعني تعبان شوية، بس في طبعا خبر مهم جدا هقوله بس في اخر الفيديو. يا ريت يعني، لان كل يعني كل يعني كل معلومة مهمة جدا. يا ريت تتابع الفيديو للاخر، ما تنساش طبعا الاشتراك او الاعجاب بالقناة. يلا بينا مع بعض عشان ما نطولش عليكم. هنطلب عشان نستلم الهدية نجمة 9 نجمة 300 شباك. دي كود اللي احنا بنستلم بيه الهدية اللي بتجينا من فودافون كاش. طبعا زي ما انتم شايفين قدامي، طبعا انا عندي فلوس على محفظة 10 جنيه، 2 فلوس على المحفظة 10 جنيه، تمام. يعني انا عندي جايالي فلوس مش جايالي دقايق. هستخدمها بقى ازاي؟ هدوس طبعا واحد، هدوس ارسال، هقول لي هنا مبروك تم استلام هديتك من فودافون كاش، ستصلك رسالة بالتفاصيل. هنستنى الرسالة تاجي. اهي الرسالة جات، بيقول لي انت الان تستمتع ب10 جنيه على محفظتك، تقدر تستخدم المبلغ في الشحن او دفع فواتير من الغاز. طيب نستخدمها ازاي بقى؟ هنستخدمها نطلب نجمة 9 نجمة 13 شباك. الكود ده خاص بمعرفة الرصيد اللي على المحفظة بتاعتنا. طبعا هندخل الباسورد بتاع فودافون كاش الخاص بيكم، خاص بيكم يعني 010 26 مش عارف ايه. كله طبعا عليه فودافون كاش بيبقى عنده الخدمة دي. طبعا انا عندي هنا 77 جنيه، هنا انا عندي 77 جنيه، وبيقول لي معاك 10 جنيه هدية من فودافون. طيب زيرو، هنقول زيرو المزيد، تمام. عشان تستخدمها دوس واحد. انا هنا هدوس واحد هشوف بس هيتخصم من الكاش ولا هيتخصم من الهدية، تمام. هنقول هنا 2 شحن ودفع فواتير كده، نقول هنا 1 شحن رصيد كارت فكة، اقول له هنا 1 شحن رصيد، اقول له هنا لا رقم اخر، ما هنا رقم اخر. اللي انا هقول لكم بقى ايه انا ليه عملت كده، مش نفس الرقم مثلا. انت لو عايز انت هتعمل على نفس الرقم طبعا، بس انا هعمل رقم اخر لاني هعمل حاجة في الرقم التاني اللي خاص بيه. يعني هنقول ارسال، هيقول لي ادخل رقم التليفون، بعد ما نكتب رقم التليفون طبعا للتأكيد هنضغط 1. هقول المبلغ، هقول له هنا 10 جنيه، 10 جنيه عشان هيديني 7، تمام. ويأكد مني الرقم وندخل باسورد بتاع الخاص بفودافون كاش. تم شحن 7 جنيه رقم. طيب هنستعلم عن الرصيد عشان هنعرف ال10 جنيه خصمها من الهدية ولا من المحفظة، من الفلوس اللي موجودة في المحفظة. 13 لا خصمها من ايه؟ من الهدية، لأن رصيدي قاعد زي ما هو 77 جنيه.
تمام كده، احنا اتأكدنا ان هو اخدها من الهدية. تمام، في طبعا انا في ده انا هستخدمهم مش هسيبهم. ده الكود طبعا بتاع ايه، بتاع الهدية، نجم 9 نجم 9 شباك. ندوس طبعا اللي عليه الخدمة. اهي بصي، اهي جاتلي بعد ما شحنت الشحنة دي، اهي جالي 10 جنيه استخدمها، ده قايل فودافون وميجا باز، او 2 فلوس على المحفظة. طبعا انا هختار 2 فلوس على المحفظة. هيقول لي مبروك تم استلام الهدية من فودافون كاش. هنستنى طبعا تاجر الرسالة بتاعتنا. في بعض طبعا التليفونات بيتأخر منها رسالة، أو رسائل فيها مشكلة، أو صندوق الرسائل بتاعها مليان. تمام، فاحنا هنطلب نجمة 9 نجمة. أنا أعتبر مثلا إنها ما جاتش الرسالة، نجمة 9 نجمة 13 شباك. نطلب الكود ده على طول. هندخل باسورد خاص بفودافون كاش. اهي جات لي تحت رصيد حسابك فودافون 77 جنيه، ومعاك 10 جنيه هدية من فودافون كاش. دي لازم طبعا احنا نتبع الخطوات دي زي ما احنا عاملينها، عشان ما يحصلش اي حاجة. عشان تستخدمها ندوس واحد، ندوس ارسال، هنقول له شحن رصيد، هنقول له شحن الرصيد. تمام، هنقول له هنا شحن الرصيد. تمام، نقول له رقم اخر. طبعا انت لو رقمك انت زي ما هو، يعني دوس رقمي وهو هيبعت لك على طول ايه على الرصيد. ادخل رقم محمود. طبعا انت ممكن تشحنها لأي حد من اصحابك، عيلتك، اي حد. طبعا تأكيد نقول له، نقول له طبعا ال10 جنيه. تمام، هيقول لي الباسورد بتاع حضرتك 0 2 6 7. هنطلب نجمة 9 نجمة، تم شحن الرصيد 7 جنيه 13 شباك، عشان نعرف الرصيد زي هو لأ. لا فعلا الرصيد زي ما هو. و الخبر بقى اللي في اخر، اللي انا اجلته لاخر الفيديو، فودافون عامله طبعا انت تعمل الباقه على حساب الشركه. تمام، على حساب الشركه انت ممكن في دي. انا ليه بقى كنت بحول على الرقم التاني؟ الرقم التاني ده هو اللي انا كنت عامل عليه على حساب الشركه، اللي انا جددت الباقه على حساب الشركه. تمام، انا اعرف ازاي المديونية بتاعتنا هو باقي لهم كام. تمام، هنطلب نجمة 60 نجمة 10 شباك، خط 2 بقى اللي انا كنت ايه بحول عليه ال10 جنيه. يقول لي عاملي العزيز اجمالي قيمة تقرير التسديد هي كام؟ 0. ليه؟ لان انا كنت مستلف في الباقة وكان فاضل لي 14 10 جنيه بالظبط كده. 10 جنيه. تمام، طبعا انا لما حولت ال10 هيبتديني 7 رصيد، حولت كده 7 في 7 ال14، يعني كده انا عندي رصيد زيادة وهم اخدوا كده. انا شحنت الباقة منيهم وجددت الباقة منيهم برضو. ازاي اللي مش عارف بكود نجمة 225 نجمة 1 شباك كأنك هتجدد باقة عادية خالص؟ هندوس اتصال، هقول لك لتجديد الباقة اضغط 1، هدوس 1. طبعا انت ما هيكونش عندك رصيد، هدوس 1 تأكيد. هيقول لك هنا رصيد غير كافي، اشحن للتجديد او جدد الان ب33 بدلا من 30. تمام، دي لانه هياخد بخدمة 3 جنيه زيادة. دوس 1، مجرد ما ندوس 1 هيجدد باقة منك. طبعا انا مش هجددها دلوقتي. هتدوس ايه 1 1، هتجدد معاك الباقة على طول. تمام، لو خبر ده يستحق الاعجاب ياريت ما تبخلش في كومنت، وياريت كمان تشترك في القناة لو كنتش مشترك. وده فضلا وليس امرا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.